برحب بيكم طبعا كل مشاهدين قناه الاهلي، مكملين اكيد لقاءاتنا في احتفاليه افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي. حاليا معايا طبعا كابتن اسامه عرابي نجم الاهلي السابق، وكابتن يعني بدري رجب مدير الفني لقطاع الناشئين. برحب طبعا بيكم على شاشه قناه الاهلي، منوريني اكيد. خليني ابدا معاكم واسالكم على النهارده طبعا رايكم في الافتتاح. حاجة تسعد كل جماهير النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي، كل من ينتمي النادي الأهلي. بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لأنه صرح كبير جدا، صرح الرابع للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة. يمكن إحنا جيلنا أنا وبدر حضرنا بس لما كان فرع النادي الأهلي في الجزيرة فقط، فكنا بنحلم ان احنا نشوف فروع اخرى للنادي الاهلي او مقرات اخرى. كنا بنحلم بملاعب كبيره، احنا كنا ملعب الجزيره كان كل قطاع الناشئين والفريق الاول بيتمرن فيه. فعشنا وشوفنا مدينه نصر بتفتح، بعدين الزايد، واخيرا وليس اخيرا يعني الصرح الكبير في القاهره الجديده. حاجه منشاه عظيمه جدا، وزي ما قلت تفرح كل أهلاوي، ومش بس الأهلاوية، لأنه إحنا كأهلاوية ماشي كفرق رياضية بنشجع الأهلي وننتمي للنادي الأهلي، لكن هو مفخرة لمصر كلها، لأن حتى داخل النادي الأهلي في ناس مش بينتموا للنادي الأهلي، أعضاء ما بينتموش لأندية أخرى، لكل المصريين يعني. فاللي بيجي بيلعب سباحة، واللي بيجي يلعب ألعاب أخرى، وممكن ما يكونش منتمي للنادي الأهلي. فهو صرح وإضافة كبيرة للرياضة المصرية، لكل الرياضة المصرية ولنادي الأهلي وأعضائه بصفة خاصة. كابتن أسامة نورتنا أكيد.